اي سي دي وكمان مره وسي ار تي، ان المواضيع اللي هي بنسال عليها بالامتحان راح يكون عندكم سؤال واحد بالامتحان على واحد من هذول الموضوعين، بتخيلش راح يسالوا على اثنين، مش شيء محتمل انه يسالوا على الموضوعين، لانه مش مواضيع اللي هي بتنعد هاي يلد بالامتحان، بس الفهم تبعهم كمان متعلق بفهم كل الهارت فيلر وكل الام اي شو بنسوي كل واحد منهم. ممكن ينسال على سؤالين على هاي المواضيع، واحد بسياق هارت فيلر وواحد بسياق ام اي، خصوصا انه عم بكبروا البنميت ل 60 سؤال، بتخيلش بس ممكن كل شيء ممكن. تعال نشوف شو الهدف الاوبجكتيف تبع اللقاء هسه نعمله. بالاساس بدنا نفهم شو الديفرنت تايبس اوف ديفايسز، زدت لكم كمان غير الاي سي دي والسي ار تي دي والسي ار تي، زدت كمان البيس ميكر. البيس ميكر 100% راح ينسال عليه سؤال، يعني راح ينسال سؤال بالامتحان على سي ار تي او على اي سي دي، وراح ينسال كمان سؤال على بيس ميكر على الاكيد، لان بيختلفوا اختلاف تام عن بعض لما بنحكي على هذول الاربع ديفايسز. الاولاني بيس ميكر، الثاني سي ار تي، الثالث اي سي دي، والرابع سي ار تي دي. سنفوت كل واحد وواحد منهم بنعرف ومنعرف بالضبط شو وظيفته، الهدف نعرف كمان الانديكيشنز تبعون هاي الديفايسز وانت بنستعملهن، ونراجع شوية أسئلة اللي ممكن تنسأل بالامتحان. في كده بتكم سؤال الساعة السريع اللي ممكن ينسأل على هاي الموضوع. تعملش بكيس clinical case 75 years old female اللي أجت على medical attention عشان syncope. أوكي، أجت كمان مرة عشان syncope، وهذا الـ ECG تبعها مبين على الشكلية زي ما أنتوا شايفين تحت. شو شايفين بالـ ECG؟ هذا كل شو شايفين بالـ ECG. اوكي، عمليا في عندنا طلع عندنا QRS، عندنا كمان QRS، كمان QRS، بعدهم تقريبا ثابت عن بعض، بس هون مش مرحلة في QRS وقع. طب في QRS وقع مش موجود، هون في كمان QRS، كمان QRS. لما في إيش وقع دائما شو لازم أفكر؟ بـ AV block. سؤال أي AV block؟ First degree، second degree ولا third degree AV block؟ اوكي، فواضح هون في عندي إيش وقع، اللي صرنا نحاول نفهم شو هو. إذا منكمل أو منراجع، تعال نراجع شوي الـ conduction pathways. إحنا بنعرف إنه الـ conduction pathway بالقلب ببلش من الـ S-node. من الـ S-node الإلكتريك عملياً الـ electric signal بيكمل حدية الـ AV node، ومن الـ AV node بتقسم للـ left bundle والـ right bundle. لما الـ left bundle فيه قسمين، left anterior و left posterior. اغلب كبلوك بالقلب احنا في عندنا نوعين بلوكس، ممكن يكونوا اس اي بلوك، اس اي نودال بلوك، يعني بالاس اي نود في بلوك، وممكن يكون اي في بلوك. البلوكس اللي انتم بتعرفوهم هن الاي في بلوكس، انتم اقل بتعرفوا من كتب الاي سي جي ومن الاسئله ومن الامتحانات ومن اللي تعلمتوه، اقل بتعرفوا الاس اي نود بلوكس، بس في شيء اسمه اس اي نود بلوك اقل اهميه لنا، فيش حاجه تفوتوا فيه. بلوكس احنا بنعرف ان هي بالاي في بلوك، شو القصد بصير بالاي في بلوك؟ بيجي سيجنال من الاس انود، بصير اشي فيه السيجنال، بنعمل له بلوك وبيكملش لتحت. اسا بس انود بالاي سي جي انا بذكركم انه ايش بيعملنا البي ويف. الاف انود شو بيعملنا؟ بمرك السيجنال للفنتريكلز، ولما السيجنال بيعمل ديبولاريزيشن للفنتريكلز ببين عندنا كيو ار اس ويف. فعشان هيك عمليا بالافي بلوك عمليا في عندي مشكله بالعلاقه بين البي ويف والكيو ار اس كومبلكس بالاي سي جي. كيف ببين الاشياء؟ ببين مبدئيا عن الشكل بالاي سي جي. في عندنا كم نوعيه للبلوكس. اول نوعيه اسمها فيرست ديجري اف بلوك، اللي ببساطه شو بيكون؟ البي ار انترفال بيكون وسيع. شو بصير يعني؟ عندي الاس ان نود بيعطيني البي عادي، بس عبين ما يصل السيجنال للفنتريكلز ويعمل لي الكيو ار اس بتاخر، فبطلع بي ار اللي هو كثير وسيع. قديش يعني وسيع؟ فوق ال 200 ملي سكند. 200 ملي سكند يعني خمس مربعات صغيره، كل مربع صغير هو 40 ملي سكند. يا طلع عنده هون خمس مربعات، 6 7 حتى وصل للثامن تقريبا. اوكي، نفس الخرافيه هون. طلعوا كيف الفيرست ديجري ايفي بلوك، هذا هو بتسمى فيرست ديجري ايفي بلوك. تبغوا انه هو ثابت كل الوقت من ناحيه المسافه تبعته، فش عندي بالفيرست ديجري ايفي بلوك وقعان للكيو ار اس. طلعوا بي ورا كيو ار اس، بي ورا كيو ار اس، كل بي في ورا كيو ار اس بدون ما يوقع كيو ار اس. معناته فعليا هو مظبوط بتسمى بلوك، بس فش عندي وقعان، فش عندي بلوك، انما هو اكثر تاخيري، اكثر ديلي بين البي وبين الكيو ار اس بالفيرست ديجري.
اسم. النوع الثاني اللي عندي هو second degree heavy blocks اللي بتسمى موبتس واحد. second degree بتقسم لنوعين، موبتس واحد وموبتس اثنين. موبتس واحد شو بصير؟ طلع شو بصير؟ PR PR شايفين في بعد معين، شو بصير بهذا البعد؟ بزيد PR، البعد قاعد بزيد، كمان مرة البعد بزيد، يا PR طلعوا كمان مرة بزيد لحد ما يقع QRS. يعني طلعوا هون عندي P P P، أول ثلاثة P كلهن كانوا راهن QRS، هون عندي P بدون QRS. إذا شو بصير؟ بطوال 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 لحد ما يقع. هذا ما يسمى first degree heavy block. second degree heavy block ال PR هو نفس الطول بتغيرش، P QRS P QRS P QRS، والبعد بناتهن هو نفس البعد ما تغيرش، بس بصير وقعان لل QRS. يعني هي طلع P ورا QRS P QRS P QRS P بلا QRS. اوكي، مين اصعب؟ هو بتس اثنين. اوكي، اذا لما بطول مبدئيا هو اهون من ناحيه كلينيكلي، بس كمان لو مانجمنت اللي لسه بنحكي عليه. هون في كمان نوع للسكند ديجري اي في بلوك اللي هو 2 ل 1 بلوك. هذا بلوك خاص. ليه؟ لانه شو يعني 2 ل 1؟ طلعوا في بي 1 كيو ار اس وكمان بي بدون كيو ار اس، يعني عندي 2 بي مع 1 كيو ار اس، يا بي كيو ار اس وبي، وبعدين في وقعان. هذا النوع بقدرش اقرر اذا هو موبتس 1 ولا موبتس 2. ليه بقدرش اقرر؟ انا بعرفش اذا الانترفال توسع ولا لا. يعني لو انه موبتس واحد كان لازم اشوف بي كيو ار اس بعدين بي ورا كيو ار اس والبعد توسع، ولو انه سكند ديجري موبتس اثنين كان لازم اشوف بي كيو ار اس بي كمان كيو ار اس اللي البعد ثابت. بس عشان نسبه البي للكيو ار اس هي فقط 2 ل 1 بقدرش اعرف اذا هو من النوع الاول ولا الثاني، لانه بعرفش اذا قاعد بتوسع ولا مش قاعد بتوسع. عشان هيك هذا له تعامل خاص مش راح يسألوكوا عليه بالامتحان. بس هذا بالامتحان مش راح يسألوكوا عليه، مش لاف الف بالابنميت بيسألوكوا عليه. ثيرد ديجري اي في بلوك هي خبيصة وقائمة. شو يعني خبيصة وقائمة؟ هاي عندكم بي، هاي بي، هاي بي، هاي كمان بي طالع بنص التي، هاي كمان بي، والكيو ار اس كل بي وكيو ار اس كل واحد جاي لحال، فيش سينكروني بيناتهم، فيش علاقة بيناتهم. مبدئيا دائما البي لازم يجي ورا كيو ار اس، يا طلع هون بي بلا كيو ار اس، هنا بي جاي وراه للكيو ار اس، هنا بي قبله للكيو ار اس بعيد عنه، هون رد اجا بعديه يا قبل هذا كثير، وهون كمان في كمان واحد، ففيش بيناتهم كورليشن. هذا ما يسمى ثيرد ديجري اي في بلوك. اوكي، شو بنساوي مع الاي في بلوك؟ الانديكيشنز، السؤال الاساسي دائما بالاي في بلوك، افوت بيس ميكر ولا ما افوتش بيس ميكر؟ هذا هو السؤال الاساسي بالاي في بلوكس. اوكي، هل لازم يدخل بيس ميكر للبيشنت ولا لا؟ بيس ميكر ممكن يكون من نوعين، ممكن يكون بيس ميكر زمني عبين ما نفوت البيرمننت بيس ميكر، اللي هو شيء بنستعمله بالميون، تحط بيس ميكر زمني عبين ما البيشنت يطلع الكارديولوجيا ويفوتوا له بيس ميكر ثابت، او بيس او بيس ميكر ثابت اللي عاده كمان مره بده يوم يومين عبين ما يفوت. بس الانديكيشنز مبدئيا فيرست ديجري اي في بلوك صعب جدا 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 يعمل سيمبتومز، واذا عمل سيمبتومز يعني ريرلي ريرلي انديكيشن لبيس ميكر، لانه حتى لو بيشنت عنده سينكوبي اذا عنده فيرست ديجري اي في بلوك دور على سبب ثاني للسينكوبي غير الفيرست ديجري اي في بلوك. غالبا الفيرست ديجري اي في بلوك بيعملش مشاكل عند البني ادمين. اس سكند ديجري اي في بلوك اذا كان موبتس واحد وكمان مره بوسع 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 وقع، وانت مدخل بيس ميكر بس اذا في سيمبتومز اللي 100% بيقولوا المشكله من البلوك. لانه شو السيمبتومز؟ سينكوبي، ريكورنت ديزنس اللي لها علاقه بالاي سي جي، تشست بين اللي له علاقه بالاي سي جي، ديسبنيا اللي لها علاقه بالاي سي جي، وسيفير ويكنس اللي لها علاقه بالاي سي جي. يعني بدي اكون متاكد 100% انه السيمبتومز اللي لها علاقه بالبلوك. عاده من بين هذول السيمبتومز بالامتحان اي سيمبتوم بيجيبوا لكم سينكوبي، لانه الكلاسيكال سيمبتوم اللي مبدئيا هو كلير سيمبتوم هو سينكوبي. اوكي، فاذا بتجيبوا لكم الامتحان بيجيبوا لكم السينكوبي.
سكند ديجري مو بتس 2 دائما مندخل بيس ميكر. السكند ديجري 2 لواحد عشان بعرفش اذا هو مو بتس 1 ولا مو بتس 2 مندخل بيس ميكر، والثيرد ديجري مندخل بيس ميكر. هسه طبعا كلمه اولويز شوي مش محلها، لازم كان ازيد اولموست اولويز لانه دائما في لا بس ما مش راح ما حدش راح يسالك بالامتحان انه ثيرد ديجري وما تدخلش بيس ميكر، في شيء ثيرد ديجري بده اياك تعرف انه لازم ندخل بيس ميكر. فاذا تعال نرجع للسؤال تبعنا. السؤال تبعنا شو كان؟ كان عندنا اي سي جي، تعال نطلع بي كيو ار اس، بي كيو ار اس، بي كيو ار اس. لاحظوا انه البي ار بوسع وعندي بي بلا كيو ار اس. اذا اي موبتس هذا؟ موبتس واحد، سكند ديجري موبتس 1. ليش اجت البيشنت؟ عشان على الميون سينكوبي. اذا موبتس 1 وانت مندخل بيس ميكر، اذا عندي كلير سيمبتومز اللي لها علاقه بالارثميا اللي هو عاملين عندي سينكوبي. ف شو النكست ستيب للمانجمنت تبعتها؟ اوبزرف اند ديسشارج هوم، اف نوثينج هابنز سينكوبي نروح على البيت مع هيك اي سي جي مشكله كبيره. نعطي اتروبين، اتروبين وانت بنعطي؟ نعطي اتروبين اذا عندي براديكارديا. انا مش شايف انه هون في براديكارديا، في بلوك بس فيش براديكارديا. مش شرط بالبلوك يكون براديكارديا، شغلتين مختلفات تماما. فأتروبين نستعمله ببراديكارديا عادة لما الهارت ريت تحت الأربعين مع سيمتومز. هارت ريت سينوس براديكارديا تحت الأربعين مع سيمتومز. أدخل بيس ميكر طبعا لأنه موبتس 1 مع كلير سيمتوم اللي هو سينكوبي. اوكي فهون الجواب صح هو بليس بيس ميكر. ابلش انتي كواغولانس مع بيتا بلوكر؟ لا جواب غلط. وانت ببلش انتي كواغولانس مع بيتا بلوكر باتريال فيبريليشن. تمام فهذا هو الكيس الاولاني. تمام تعال نشوف كمان انديكيشنز للبيس ميكر. في كمان شغلتين بدي تعرفوها، سينوس براديكارديا. سينوس براديكارديا التعريف تبعها اوفيشلي سينوس ريت تحت ال 60، فعليا تحت ال 40 45 تنبلش براديكارديا عن جد تقلقنا. وانت بدخل بيس ميكر بس كمان مره بس اذا في كلير سيمبتومز زي سينكوبي ديزنس تشست بين ديسبنيا سيفير ويكنس. اوكي يعني زي كيف الموبيت واحد. اوكي باوزز بالسينوس ريثم، شو القصد باوزز بالسينوس ريثم؟ يعني في اي سي جي بي كيو ار اس PQRS فجأة ثلاث ثواني فيش شيء ولا P ولا QRS. إذا في pause يعني توقيفي أكثر من ثلاث ثواني لpatient عنده سينوس لازمه pacemaker. أوكي لازمه pacemaker. pauses بatrial fibrillation أكثر من خمسة سكند، إذا patient عنده atrial fibrillation وعديت أكثر من خمس ثواني فيش عنده QRS فيش عنده P. طبعا ليش مريض مع atrial fibrillation أكيد فيش عنده P wave، بده يكون فيش عنده كيو ار اس. اذا في اكثر من خمس ثواني فيش عنده كيو ار اس كمان شو لازم ندخل؟ بيس ميكر. كمان انديكيشن 6 سينوس سيندروم. شو يعني 6 سينوس سيندروم؟ هذول البيشنت اللي بيعملوا السينوس عندهم مريض، فمرات بيعملوا تاخيكارديا مرات بيعملوا براديكارديا، السينوس بتهبل على كيفه. برضو هذول البيشنت في انديكيشن انه نبلش عندهم ندخل عندهم بيس ميكر. اوكي فهذول الانديكيشنز لازم تعرفون على البيس ميكر، وهيك بتقفلوا هاي الزاويه. ديروا بالكم اذا بتفوتوا بالتفلؤات تبعت هاريسون تبعون البيس ميكر هن كثير اعقد عن هيك، فيش حاجه تقعدوا تفوتوا فيهن. افهموا البرنسبلز البسيطه هاي بالامتحان مش حيسالوك بريت هاي البرنسبلز. اوكي تعال نشوف لورا إيه اسئله لحد هون على البيس ميكر. في حدا بحب يسال سؤال؟ في حدا بحب يسال سؤال على البيس ميكر؟ هتشوفوا ان سمح لكم تعملوا انميوت، سمح لكم تعملوا انميوت. طيب فيش اسئله بنكمل. سي ار تي، سي ار تي راشونال. شو يعني سي ار تي؟ كاردياك ريسنخرونيزيشن ثيرابي. كاردياك ريسنخرونيزيشن ثيرابي شو اللي بصير؟ اللي بصير انه بهارت فيلور مرات لاجل التضخم بالاساس تبع الليفت فنتريكل، الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل كل وحده بتتقلص بوقت مختلف. عادة left ventricle اللي بصير عادة مش شرط، عادة left ventricle بتتأخر عن right ventricle. عشان هيك بما انه كل القلب التقلص تبعه مش متزامن فالهارت فيلور بزيد. شو الهدف من الكاردياك ريسنكرونيزيشن ثيرابي؟ احط
إلكترودة بالقلب اليميني، إلكترودة بالقلب الشمالي، وأبعث كهرباء على الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل بنفس الوقت، والكهرباء نفسها هي اللي تعمل ديبولاريزيشن وهي اللي تخلي القلب يتقلص بنفس الوقت. إذن هي part of heart failure therapy CRT، كما مرة ما خصوش بأرثمية، CRT خصو بعلاج heart failure، CRT ما خصوش بالICD، ما خصوش بالأرثمية، CRT هو جزء من علاج الهارت فيلور. الهدف تبع السي ار تي نعمل ريسنكرونايزيشن للرايت والليفت فنتريكل عشان نخلي القلب يشتغل احسن. بندخل سي ار تي بس بسيمتوماتيك بيشنتس، لانه كمان مره جزء من هارت فيلور ثيرابي. اذا مريض عنده بيشنت عنده هارت فيلور وهو اسيمتوماتيك، ليف هيم الون، اوكي، ما تقربش عليه، ما فيش اي سبب تدخل له علاج لما هو مش بحاجه للعلاج من ناحيه سيمبتومز. اذا سي ار تي فقط لسيمبتوماتيك بيشنت. هارت فيلور ثيرابي بذكركم المانجمنت تبعت هارت فيلور، طبعا بنبلش احنا الكورنيش ستون تبع الثيرابي هو بيتا بلوكرز اس ان ايس انهبيتورز او اربس مع ديوريتكس، اوكي، يا ايس بيتا بلوكرز، مريض مع هارت فيلور بنبلش له ايس بيتا بلوكر وبنزيد لهن كمان ديوريتكس. تحسن بتركه بحاله، ما تحسنش بشوف هل الاجكشن فراكشن تبعه تحت ال 35%. اذا الاجكشن فراكشن تبعه تحت ال 35% بزيد له سبيرونولاكتون الدكتون اللي هو مينرال كورتيكويد ريسبتور انتاغونيست. تحسن بتركه بحاله، ما تحسنش شو بساوي؟ ببلش افكر باشياء زياده استعملها. ممكن استعمل الانترستو اللي حكينا عليه بالدرس اللي هو الارني، اوكي، ابدل فيه الايس انهبيتور، وممكن ايفالويت النيد للسي ار تي للكرونيك ريسنكرونيزيشن ثيرابي. هسه شو السي ار تي؟ ياته بيس ميكر طلعوا فيه الكترود الاولى جاي بالرايت فنتريكل اياها، وكمان الكترود جاي على السينوس تبع الليفت فنتريكل، اوكي، يا هيك ببين بالتشست اكس راي، هاي الالكترودا تبعت الرايت فنتريكل وهاي الالكترودا تبعت الليفت فنتريكل. شو الهدف؟ نعطي كهرباء بنفس الوقت عشان هاي وهاي يتقلصوا بنفس الوقت. ليش في كمان الكترودا بالرايت اتريوم؟ بتساعد على الشغل تبعه بشكل احسن. شو الانديكيشنز تبع السي ار تي؟ السي ار تي بنستعمله كمان مره، هدفي انا الليفت فنتريكل ما تتاخرش. وانت الليفت فنتريكل بتتاخر لما بالاي سي جي شو بشوف؟ بشوف انه القلب الشمالي بيصلوا كهرباء بعد القلب اليميني. شو اسمه هذا الاشي؟ ليفت باندل برانش بلوك. ببساطه برجعكم على هاي الصوره تبعت الكوندكشن، بيجي السيجنال على الاي في نود بمرق على الرايت فنتريكل، وبعديها بوقت يمرق على الليفت فنتريكل. كيف بنشوفه بالاي سي جي؟ ليفت باندل برانش بلوك. فبشوف الكيو ار اس وسيع، وين بشوف الكيو ار اس وسيع؟ في 1 ولا في 6؟ في 6. ليش في 6؟ سبب جدا جدا بسيط، انه في 6 وين جاي؟ في 5 في 6 على الشمال، فهون الليفت فنتريكل. في 1 وين جاي؟ على اليمين، فهون عمليا بقدر اشوف احسن شيء الرايت فنتريكل. في الرايت بندل بشوفها في 1، ليفت بندل بشوفها في 6. فاذا وانت بستعمل السي ار تي عشان اخلي الليفت فنتريكل تمشي مع الرايت فنتريكل، فشو لازم يكون عند البيشنت؟ ليفت بندل برانش بلوك، اعمل جايد لاينز تبعت يوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي مع كيو ار اس وسيع. الانديكيشن اللي كاتبينه هن بالاثار تبعهن فوق ال 150 ملي سكند، بس بعديها بسطر انا مش حاطه للسطر مكتوب انه فوق ال 120 ملي سكند، بس السترينث تبع الريكومنديشن اقل من القوه تبعت الريكومنديشن الموجوده هون. فمبدئيا كل بيشنت مع هارت فيلور للاجكشن فراكشن تبعه تحت ال 35% مع ال بي 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 ليفت باندل برانش بلوك، يعني الكيو ار اس تبعه سيء، اذا اخذ اوبتيمال ميديكال ثيرابي، اذا بدخل سي ار تي بس بسيمتوماتيك بيشنتس اللي اخذوا اوبتيمال ميديكال ثيرابي وما تحسنوش، اذا الكيو ار اس تبعهم فوق ال 120. واضح اذا الكيو ار اس تبعهم اكثر من 120، يعني 130 140 150 160 170 بيستفيدوا اكثر. كل ما بيعلى الكيو ار اس من ناحيه الوسع تبعه البيشنت راح يستفيد اكثر من العلاج تبع السي ار تي، اوكي، بس الحد الادنى هو 120. الكيو ار اس كومبلكس كبروا عاده بين 100 ل 110. سيدر اس وين شو الكونترا انديكيشنز للسي ار تي؟ اتريال فيبريليشن، لانه باتريال فيبريليشن كل الريليشن شيب بين رايت فنتريكل وليفت فنتريكل اصلا تعتمدش على على الـ على الاي في نود، وبرايت بندل برانش بلوك هذول كونترا انديكيشنز للسي ار تي انسرشن، اوكي.
في أسئلة على السي ار تي، أسئلة على السي ار تي. تمام، نكمل. اي سي دي، اي سي دي شو يعني؟ تعال نفكر. اي سي دي راشونال، اي سي دي امبلانتبل كاردياك ديفيبريلاتور. شو يعني ديفيبريلاتور؟ ديفيبريلاتور هو هذا المخشير اللي بنعطي فيه شوك كهرباء. اس شو بس شو الراشونال؟ شو المبدا من ورا الاي سي دي؟ المبدا بيقول انه ناس مع هارت فيلور او اي كاردياك ديزيز ثانيه اللي بيكونوا مرات برون ل في اف ولا في تي، لبولسلس في تي، هذول اثنين في اف او في تي ان لايف ثريتنينج كونديشنز، لايف ثريتنينج ارثميا اللي البيشنتس ممكن يموتوا بالدار من الارثميا. لما واحد بيصيبه في اف شو اول شيء لازم اسويه؟ ادور على ديفيبريلاتور. المشكله مش دائما في ديفيبريلاتور، يعني اذا واحد عمل الفي اف ببيته من وين يجيب الديفيبريلاتور بالضبط؟ فالهدف انه لما الارثميا تصير لازم ندور على ديفيبريلاتور عشان ننقذ هذول البني ادمين. سيف ذيس بيشنتس، سيف ذيس بيبل. اس شو المبدا الراشونال من وراء اي سي دي؟ المبدا بيقول تعال نحط للبيشنتس جويت التشست تبعهن امبلانتبل ديفيبريلاتور، امبلانتبل ديفيبريلاتور نزرعه، بس بدناش نحط لكل الناس احنا ديفيبريلاتور، بدناش نزرع 8 مليار ديفيبريلاتور لكل الناس عشان نمنع. تعال شو نعمل؟ تعال نحاول نتوقع predict which patients are at high risk for arrhythmia، وهذول البيشنتس اللي هن high risk for arrhythmia تعال نحط لهن ICD. اوكي ليه؟ عشان لما يصيبهم في اف في تي ما نقعدش نستنى الامبولانس على ما يجي ثلث ساعه او نص ساعه على ما نستعمل الديفيبريلاتور. الديفيبريلاتور موجود جوا يفقعهم شو كهرباء طوال. هسه مين كمان ناس برضه بنحط لهم ديفيبريلاتور؟ اذا واحد اوريدي اكسبيرينس ارثميا، عمل الارثميا ونجي، اوكي صار ونجي، معناته هذا البيشنت اذا هو عملها مره ممكن يعملها كمان مره، هذا برون لارثمياز، معناته تعال نحاول المره الجايه ننقذه اسرع. اوكي ننقذه اسرع، فشو بنحط له؟ ديفيبريلاتور. نفس المبدا، كيف بحطوا ديفيبريلاتور؟ نفس المنظر تبع هذا الديفيبريلاتور، بيختلفش شيء بالشكل. اوكي وبرضه شو فيه؟ كهرباء، الكتروده، الكتروده ثانيه بتعطي شوك. ديفيبريلاتور بذكركم وحده بحطوه هون على اليمين وحده بحطوه على الشمال من تحت وبعطوا شوك. اوكي اللي بيعرف ايش بصير يعرف بكره من كورس الميسر. وانت مندخل اي سي دي الانديكيشنز مبدئيا برضه هاي من الاوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي. بالاي سي شو كاتبين؟ تعالوا نقسم لنا نوعين، هل هو برايمري بريفنشن ولا سيكندري بريفنشن. شو يعني سيكندري بريفنشن؟ يعني البيشنت اوريدي عمل في اف، اوريدي عمل في تي، عملها مره، ولسه انا قلت لحظه شوي هذا صار عملها مره ممكن يعملها كمان مره، تعال نمنع المره الثانيه. Secondary prevention بدي أمنع المرة الثانية. صارت مرة، ليش صارت؟ في 200 مليون سبب. ممكن صارت من heart failure، ممكن صارت من بروغادا syndrome، ممكن صارت من hypertrophic obstructive cardiomyopathy، ممكن في مليان أسباب ليش ممكن تصير. long QT syndrome، أوكي مليان أسباب ليش ممكن تصير، بدي أمنعها للمرة الجاية. فالهدف بالICD هو أخفف الريسك تبع إنه يموت هذا البيشنت، المورتاليتي، وامنع الارثميا. فالسكندري بريفنشن كمان مره كلينيكال هيستوري هي الانديكيشن، هل هو عمل في اف في تي اول مره؟ في عنده احتمال كمان مره المره الجايه؟ تعال امنعه. اوكي هسه البرايمري بريفنشن كيف تشتغل؟ بالعكس، برايمري بريفنشن بستناهوش تعمل اول مره، انا بتوقعه قبل ما يعمل اول مره وبمنعها. كيف بتوقعه؟ عن طريق انه اشغل عقلي حسب شو الستاتوس تبعه، مين هن البيشنتس اللي هن ريسك او هاي ريسك لارثميا؟ هن بيشنتس بالاساس بالاساس مع هارت فيلور اللي الاجكشن فراكشن تبعهم تحت ال 35%، تحت ال 35% الاجكشن فراكشن تبعهم، واللي عندهم امراض معينه، ممكن يكون اسكيميك هارت ديزيز، ممكن ديليتد كارديوميوباثي، هذول اكثر شغلتين بيعملوا ارثمياز. اوكي شو من ناحيه نيها لنيها فانكشنال كلاس؟ مبدئيا هن بيقولوا سيمبتوماتيك هارت فيلر باليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي، يعني بيقولوا نيها 2 ل 3. ليش مش نيها 4؟ لانه نيها 4 الفاظ تعطين، نيها 4 هذول بيشنتس خلقه ميتين، الاحتمال تبعهم يموتوا بالسنه الجايه علينا هو عالي من الهارت فيلر، فتحط لهنش كمان ايش راح يقتلهم من انفكشن. اوكي فنيها 4 متنازلين عنهم باليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي. هنا بيقولوا نيها كلاس 2 ل 3، بس هذا الاشي مش دقيق 100% بشرح لكم. فاذا كمان مره ICD secondary prevention بعد IVT او VF،
primary prevention heart failure أقل من 35% أو patients اللي عندهم high risk ventricular arrhythmia، يعني مرضى عندهم بروغادا syndrome بروحوش على البيت بدون ICD، مرضى لقينا عندهم hypertrophic obstructive cardiomyopathy في indications معينة عندهم لل ICD. إسا شو أمجد حكى دكتور أمجد؟ أمجد حكى شغلة كثير مهمة مظبوط بال European Society of Cardiology، هون مكتوب إنه لازم يكونوا symptomatic patients، لتحت مكتوب لا بس أنا مش مصورها، بس طلع شو بقول لك بهاريسون، in patients with MI and optimal medical therapy with residual ejection fraction تبعهم تحت 300% placement of ICD is appropriate بغض النظر شو النيها تبعهم. يعني patients مع ischemia الـ New York Heart Association classification تبعهم بفركش، عشان انتوا توجعوش راسكو كثير symptomatic ولا asymptomatic. symptomatic بفكر فيها كعلاج كCRT، هل هو جزء من علاج الهارت فيلر ولا لا؟ ICD شو هدفه؟ أمنع الأرثمية. patient يمكن يكون asymptomatic بس عنده هو high risk لأرثمية، ما خص الشغلتين ببعض. فأي patient عنده الإجكشن فراكشن تحت 30-35% هو بحاجة لICD. إسا ليش 30-35%؟ فيش جواب على اللي بالنص سيدار بالامتحان، إذا بدي يجيبوا لكم مش راح يجيبوا لكم 32 ولا 33، بيجيبوا لكم 30 وتحت لما تدخل ICD سيدار، بيجيبوا أرقام اللي هي واضحة 30 وتحت. أي patient heart failure ejection fraction 30 وتحت دخل له ICD لأنه high risk لأرثمية بغض النظر عنده symptoms أو فيش عنده symptoms. إسا شو هاي هو المبدأ تبع الICD. في حدا عنده أسئلة على ICD لإسا؟ أوكي منكمل. شو المبدأ؟ بقول لك ليش تندخل شغلتين ومنقدر نعمل منهن شغل واحدة؟ يعني بدل ما ندخل ICD نحطه هون وندخل CRT نحطه هون، اللي بده ياخذوا كثير مساحه بالتشست وهاي ريسك للانفكشن، حطت لي شغلتين حاطين لي شغلي شغلتين بالصدر تبع البني ادم. طب تعالوا نقلب CRT والICD لما يجي لنا واحده شو بنسميها؟ CRTD. هسه هل مجبور استعملها؟ جواب هو لا، بيغذروا اليوم يحطوا الميجنة نفسها وعن طريق ما حشاف انت بتحط لها هكذا، انت بتقرر شو هي، هل بدك اياها بس ICD يعني مثلا في patient اللي هو asymptomatic بس الاجكشن فراكشن تبعه تحت ال 30%، شو بدي بالسي ار تي؟ فيش عندي سبب استعمل السي ار تي. او patient فيش عنده left bundle branch block، شو بدي بالسي ار تي؟ فيش سبب بدي استعمل السي ار تي دي. فبعمل له برمجه انه يكون بس اي سي دي. اوكي يس، انتبهوا شغله، كل البيشنتس اللي بيحتاجوا سي ار تي بيحتاجوا اي سي دي. ليه؟ لانه مين البيشنتس اللي بيحتاجوا سي ار تي؟ هن البيشنتس اللي الاجكشن فراكشن تبعهم تحت ال 35% وعندهم هارت فيلر اللي هو سيمبتوماتيك. فهذول البيشنتس هن بحاجه اي سي دي على الاوتومات. ليه؟ لانه عندهم هاي ريسك فور اريثميا. يعني السؤال هو هل راح تدخل سي ار تي دي اللي هو سي ار تي مع اي سي دي، ولا بدك تدخل اي سي دي لحاله من ناحيه البرمجه؟ بس كل بيشنت بحاجه سي ار تي هو كمان بحاجه اي سي دي بشكل اوتوماتي، لانه كمان مره لانه عنده ejection fraction تحت ال 35%، هاي هي الانديكيشن تبعت السي ار تي، فهو هاي ريسك لارثميا. ما دامك مدخل له سي ار تي دخل له كمان ديفيبريلاتور، بتصير سي ار تي دي، وهيك بتسميه سي ار تي مع اي سي دي بسموه سي ار تي دي. اوكي، وهذا هو الراشونال تبعهم. مفهوم؟ اسئله؟ اوكي، اذا فيش اسئله تعال ننتقل للاسئله اللي انا كتبت لكم اياها. تعال نشوف، في عندي خمس اسئله، خمس اسئله مش هوينات، مستوى شلاف الف اكثر من ما انه امتحانكم، بس اسئله منيحه حسب رايي بتقفل الزاويه زي ما لازم. اول سؤال شو بقول؟ 60 years old male presented with VF ventricular fibrillation after ST elevation MI. اوكي، يعني عمل ST elevation MI VF بنفس الوقت، هيك قصدي بالسؤال. طبعا واحد جاي مع ST elevation MI وعنده VF بنفس الوقت، شو العلاج تبعه؟ سنتور، فش 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 شك بالخرافية، فوتوا على غرفة السنتورين PCI وعمل له طوالة سنتور عشان تفتح الارتري اللي مسدد وتمنع الانسداد. اسه شو بقول لي؟ دخلوا على السنتور وحطوا له ستنت بالLAD left anterior descending. اوكي، 2 months after he performed 2 months after بعد شهرين عمل ايكو وبالايكو طلع عنده ejection fraction 50%. كمان مره شهرين بعد الاست اليفيشن ام اي بعد الفي اف عملنا له ايكو
وبالايكو شفنا انه الاجكشن فراكشن تبعه 50%. انتبهوا لشغله، دائما 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 الايفالويشن بعد ام اي، هل البيشنت بحاجه ل اي سي دي ولا لا، ولا مره بعملها على المحل ولا مره بعملها بنفس الوقت تبع الام اي. ليه؟ لانه لما القلب مارك ام اي، القلب بعده بشوك، بعده مش فاهم شو صار معه، بعده بميكاردر انفاركشن من جهته مش فاهم شو قاعد بيصير. فدائما شو بعمل؟ بعيد الايكو 6 اسابيع بعد الام اي. 6 اسابيع يعني 42 يوم بعد الام اي. بعد 42 يوم بعد الام اي هذا هو الاجكشن فراكشن الحقيقي تبعي. يعني ممكن البيشنت جمعه بعد الام اي يكون الاجكشن فراكشن تبعه 25%، وبعد بست اسابيع يطلع الاجكشن فراكشن تبعه 55%. ليه؟ لانه بالاول القلب مش مستوعب شو صار، مش قاعد بيشتغل زي ما لازم. بعدين بعد ما اعطيناه وقت القلب الميوتسايتس وكل القلب، اعطينا بيتا بلوكرز واعطينا ايس انهبيتور واعطينا كل العلاج، القلب رجع يشتغل زي ما لازم. ساعتها البيشنت مش بحاجه لشيء لما الاجكشن فراكشن تبعه 55%. اوكي، فهمنا المبدا؟ فاذا دائما كمان مره الايفالويشن لا، هل انا بحاجه لاي سي دي ولا مش بحاجه لاي سي دي بعد ام اي، هي فقط بعد 6 اسابيع. What is your advice regarding ICD in this patient? دراوش السبس معك. What is your advice regarding ICD in this patient? أجل patient بده advice تبعتنا لـ ICD. تعال نشوف. If no symptoms, then there is no need. إذا فيش symptoms معناته فيش حاجة. ديروا بالكم السؤال شو symptoms. Okay. تعال نشوف. The only factor that affect our decision is ejection fraction. هل ejection fraction هو الإشي الوحيد اللي بقرر هل أنا بحاجة لـ ICD ولا لا؟ كمان حسب التايمينج، تذكروا اذا كان الاجكشن فراكشن بعد بجمعه بفرق ليش اشي. فاذا في عندي الاجكشن فراكشن فاكتور، التايمينج بعد الام اي كمان هو فاكتور. عشان هيك ذا اونلي، دائما كل جواب فيه اونلي، انت اصلا مش طبوه، فيش اشي بالطب اسمه اونلي. اوكي، فهذا غلط. If we'll develop an arrhythmia right now then it may change our decision. جواب صح. ليش هذا الجواب صح؟ لان ذا البيشنت عمل ارثميا اسه، معناته ايش بحاجه؟ ولما بحكي ارثميا القصد تبعي في اف في تي، شكله بحاجه لا اي سي دي، بس ببطل الاي سي دي كبرايمري بريفنشن، بصير الاي سي دي كسكندري بريفنشن، لانه عمل ارثميا بدي امنع اللي وراها. اي سي دي از ريكومندد لما 50% الاجكشن فراكشن تبعه، الاي سي دي مش ريكومندد. اوكي، فهذا هو السؤال. ديروا بالكم بالامتحان كمان مرة مخصص في اف، مش شرط يكون في اف، ممكن يجي كمان بدون ejection fraction واطي، سيدر ممكن يكون في اف عشان عنده hypertrophic obstructive cardiomyopathy، ممكن عنده في اف عشان عنده dilated cardiomyopathy، ممكن عنده في اف عشان هو بروجادا، سيدر. الجواب الاولاني جواب مشكلجي شوي، كنت بغيره، انا لسه كتبتنا على السريع، بس كنت بغيره صراحة، سيدر بحطه اشي اللي هو يكون اكثر غلط. بس مبدئياً الهدف من الجواب الأولاني إنه ممكن يكون عنده أرثميا، فممكن نحتاج للآي سي دي، هذا القصد من الجواب الأولاني، بس موافق معكم، يمكن كنت بغيره لجواب آخر. هذا روش، بدك تسأل سؤال؟ طيب تمام. اللي وراء بكل هيك 60 years old female. دراوشي أعطيتك مجال تسأل سؤال، تفضل. راحت فرصتك دراوش، يلا. 60 years old female, she has right failure with ejection fraction of 25%. عندها heart failure والejection fraction تبعها 25%. بالECG عندها sinus rhythm ونارو QRS. الQRS تبعها طلع وش ماله؟ نارو. She is treated with beta blocker, ACE inhibitor, furosemide والدكتون. الدكتون يعني سبيرونولاكتون. تعال نفكر، heart failure كل الpatients لازمين beta blocker، كل الpatients لازمين ACE inhibitor، كل البيشنتس بياخذوا فوسيد سيمتوماتيكلي، واذا بعد عندهم سيمتومز والاجكشن فراكشن تبعهم تحت ال 35%، شو بنزيد لهم؟ سبيرانولاكتون. فالبيشنت ماشي باي بوك. ويتش اوف ذا فولوينج ويل امبروف هير بروجنوزز. اوكي، شو اللي بحسن البروجنوزز تبعتها؟ تعال نشوف. ديكوكسين بحسن البروجنوزز تبعتها؟ شو رايكم بديكوكسين؟ مسموح تجاوبوا بالشات. لا، مش بس بحسس الديكوكسين بحسنش البروجنوزز بهارت فيلر، ومش بس بفيميلز ديكوكسين بعلل مورتاليتي، حتى بفيميلز ديكوكسين بعلل مورتاليتي. بروبافينون بعلل مورتاليتي، بروبافينون ب
بهارت فيلور بيعلي مورتاليتي عشان هيك ممنوع استعمله. البيشنت اللي عنده اتريال فيبريليشن مرات احنا بنستعمل بروبافينون، اذا بيشنت عنده اتريال فيبريليشن وهارت فيلور بنفس الوقت ممنوع نستعمل بروبافينون. ليه؟ لانه بروبافينون بيعلي مورتاليتي تبعت هارت فيلور. ساعتها بنجبر بيشنت عنده اتريال فيبريليشن وكمان هارت فيلور نستعمل اميودرون اوكي ومش بروبافينون. اربس ثيرابي لما بزيد ايس مع ارب في علاج هارت فيلور، ايس وارب مع بعض بيعلوا المورتاليتي، ايس وارب مع بعض بيعلوا المورتاليتي. هل سي ار تي هو انديكيشن هنا؟ سي ار تي مش انديكيشن. ليه؟ لانه الكيو ار اس تبعها ايش ماله؟ نارو. فيش ايش تزيد فيش ايش نزيد سي ار تي لما الكيو ار اس نارو على الفاضي رح تزيد سي ار تي، فيش له معنى. شو اللي رح يعلل يظبط البروجنوزس تبعتها؟ اي سي دي. ليه؟ انه كمان مره في احتمال هاي المره اللي عندها هارت فيلور مع اجكشن فراكشن تحت ال 25% تعمل اريثميا وتفوت بسادن كاردياك ديث، تموت سادن كاردياك ديث. عشان هيك عشان نمنع الاشي لازم نتوقع الاشي، ولما بنتوقع الاشي شو لازم نساوي؟ نحط لها اي سي دي عشان نمنع الفي اف. وببساطه بدل ما تموت اخرى 3 اشهر بالصدفه من في اف يمكن تموت اخرى 3 سنين من هارت فيلور. اوكي هيك التفكير بصير. عشان هيك اللي بيعلل البروجنوزز بهالحاله والاي سي دي طبعا بالمعطيات الموجوده بالسؤال. ارني شو مع ارني؟ سؤال ممتاز اسعد. مبدئيا ارني بيطلع لها سيدر، هاي المره ارني بيطلع لها 100% انترستو هو الشيء اللي بيظبط البروجنوز تبعته. موافقك 100%. اوكي تعال نشوف. 65 years old female male suffers from heart failure with ejection fraction of 23% ejection fraction تبعه. هسه he is on optimal medical therapy. ال patient بياخذ optimal medical therapy. يعني شو بده ياخذ؟ تعال نفكر. واحد عنده 23% ejection fraction وعنده heart failure، شو بده ياخذ؟ بده ياخذ ACE inhibitor، بده ياخذ beta blocker، بده ياخذ furosemide، واذا بعده سيمتوماتيك بنزيد له سبيرولاكتون، واذا بعده سيمتوماتيك بنمسك الايس انهبيتور بنزبطه لبرا بنحط محله الانترستو. والسؤال اللي بيسالني اياه هنا which of the following is an indication for CRT therapy. مين من هذول هو indication ل CRT therapy؟ chronic resynchronization therapy. كمان مره شو لازم افكر بالسي ار تي؟ جزء من علاج هارت فيلر. شو هدفه؟ اخلي الليفت فنتريكل تشتغل مع الرايت فنتريكل. وانت بستعمله لما الليفت فنتريكل متاخره. شو يعني الليفت فنتريكل متاخره؟ يعني عندي ليفت باندل برانش بلوك. اوكي اذا هل ار بي 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 هو جواب؟ لا. هل ال بي 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 جواب؟ لا. في عندي حد للال بي بي بي، مش كل ال بي بي بي. اوكي مش كل ال بي بي بي، بدي اشوف انه فوق ال 120 ملي سكند. هل ال في اتش هو جواب؟ لا. هل اتريال فيبريليشن؟ قلنا اتريال فيبريليشن هو كونترا انديكيشن. اذا شو الجواب صح؟ عمليا سينوس ريثم مع ليفت باندل برانش بلوك وكيو ار اس 130 ملي سكند. مظبوط باليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي بقول لك مفضل فوق ال 150، بس كمان مره فوق ال 120 هو ريكومندد. فوق ال 150 بيست ريزلت، بس كمان فوق ال 120 هو ريكومندد. اوكي حتى في دكاتره فوق ال 110 بدخلوا سي ار تي. لورا، a patient suffers from ischemic cardiomyopathy. في مريض عنده ischemic cardiomyopathy يعني عنده heart failure نتيجة لإسكيميا recurrent MIs. His last ejection fraction was 25%. Okay. Which of the following patients will benefit most from CRT? أي patient من بين هذولا؟ Okay. طبعاً إذا بعده symptomatic benefit from CRT. أي واحد من بناتهن CRT راح يزيده أكثر إشي. تعال نشوف. 70 years old female نيها تبعها 2 عندها left bundle branch block وهي sinus rhythm والكيو ار اس تبعها 140. مبدئيا هي رح تستفيد من السي ار تي. موافق معي؟ مبدئيا رح تستفيد من السي ار تي. انتبهوا انه بقول لك benefit most. ما في اسئله بيسالك best most اشياء دائما افحص كل الاجوبه. اوكي بوقفش. 60 year old female عندها RBBB. RBB contraindication شطبنا. 70 years old male عنده atrial fibrillation. Atrial fibrillation شو سوينا؟ شطبنا. طلعوا هاي 70 years female نفس الاشي النيها تبعها الثلاثة مش اثنين، يعني هي patient اصعب. برضو عندها LBBB، برضو هي بسينوس، بس الـ QRS تبعها 150. بما انه الـ QRS تبعها اوسع معناته هي رح تستفيد اكثر. عشان هيك شو الجواب صح؟ جواب الرابع. مين اللي benefit most؟ الرابع. الورا رح تبنفت اكيد، بس اللي most هو الرابع. ديروا بالكم افحصوا الاجوبه بالامتحان بشكل جذري، حرام تخسروا السؤال عن شكل عشان انت استعجلت تحط الجواب الاول.
عادة بهيك أسئلة خصوصا بحطوا الجواب الأولاني الغلط والرابع بحطوا الصح، بس لهذا الشكل عشان اللي مستعجل يخسر سؤال على الفاضي. آخر سؤال: In which of the following patients we should consider inserting an ICD؟ أي patient من بين هذولا لازم ندخل له ICD. Okay, patient بحاجة ل ICD. تعال نشوف. هف رف ICD كمان مرة. شو الهدف؟ أمنع أريثميا أو primary prevention أو secondary prevention. كمان مرة لما تشوفوا CRT فكر علاج heart failure. لما بشوف ICD أمنع أريثميا. هيك لازم تكون أنت مبرمج براسك. إذن ICD وانت داخله واحد عنده heart failure reduced ejection fraction ما نسميناه half ref مع الاجكشن فراكشن تبعه 40% والنيهة تبعه 1 قديش كنا لازم يكون تحت 30 لل 35. هذا فيش عنده indication ل ICD. In every heart failure patient with EF less than 40% كل جواب فيه إن إفري جواب مشكلة جدا جدا لأن دائما في خارج عن الحد. وكمان مرة قلنا تحت 30 لل 35%، يعني اللي عنده 39 مش هتدخل له ICD أو بتفكر ممكن ممكن لا، بس كمان مرة فيش clear indication. A patient that presented with ST elevation and MI and VF. Patient اللي بيجي مع VF بوقت ال ST elevation MI مبدئيا ما تدخلوش ICD. ليه؟ لانه النظرية بتقول انه اذا حليت له ال ST elevation MI يعني عملت له تسنتور مفروض ما يرجعش ال VF. ومش بس، حتى بالكتاب بهارسون شو مكتوب؟ اذا patient عمل VF باول يومين بعد ال MI تعملش اشي معه. كمان مرة إذا البيشنت عمل VF بأول يومين تبعون الـ MI اتركوا بحاله. سيدر حتى في سطر المكتوب لحد 5 أيام تقدر تتركوا بحاله، 5 أيام شوي too much، بس يومين أكيد. إذا البيشنت عمل VF لحد يومين بعد الـ MI تقدر تتركوا لحاله، ما تعطوش ولا أي إشي، فيش ولا أي clear indication. عشان هيك لما البيشنت بيجي مع presentation ST elevation و MI و VF جوابه تحل الـ ST elevation MI تعالجه عن طريق PCI والـ VF بعد بستة أسابيع زي ما قلنا بتعمل إيكو، وبحسب الإجيكشن فراكشن تبع الإيكو بعد بستة أسابيع بتكرر أو لا. بروغادا سيندروم بعد سادين كاردياك ديث إبسود، سادين كاردياك ديث جوابه هو بروغادا سيندروم في إلها كونفيجريشن مهمة بالإي سي جي لازم تعرفوها، عشان هيك بس خلص السفوتوا على جوجل تكتبوا بروغادا سيندروم تتفرجوا كيف الإي سي جي تبعها. هذول البيشنس اللي هني هاي ريسك لديث يونج ديث عادة بيونج ميلز، لما تشوفوا ب بالمواقع العربية المختلفة واحد عمره 20-25 مات من سكتة قلبية فكروا بروغادا أو هايبرتروفيك أوبستراكتيف كارديوميوباثي. هذول أكثر شغلتين هن شائعات لسدين كارديك ديث بجيل صغير. أوكي دراوش صح اللي بتحكي بالضبط. أوكي كمان مرة السؤال الأولاني قلنا لازم تعمل ري إيفاليويشن بعد 6 أسابيع سيدر، فالجواب صح هنا واضح. الجواب الرابع الأولاني دراوش الريفاليويشن هي عمل ايكو بعد بشهرين وطلع عنده 50%. صدر فدائما الريفاليويشن بعد ام اي بعد 6 أسابيع. يعطيكم العافية جميعا وبتأمل انه استفدتوا. في حدا عنده اسئلة؟ اسئلة بالنسبة لبروغادا كيف بيكون الهيسترو سينكوبي؟ ممكن يكون سينكوبي بالاساس بيجو سينكوبي. اوكي ممكن شفت اياها تنكتب لكم بروغادا، شفت كمان بروغادا بدون سينكوبي، شفت بروغادا بالصدفه كمان بيجي بيشنت مع شيء مخصصش وبيطلع عنده بروغادا سيندروم بالاي سي جي. بروغادا بيكون عندهن هيك، تعال نفرجك بيكون لك الاي سي جي مساعد، بس هذا مش حابه كثير. بيكون عندهم ST elevation MI بV1 مع configuration تبعت right bundle branch block. يا طلع V1 V2 عندهم زي ST elevation MI بالأساس بV1 مع right bundle طلعوا لـ QRS وسيع هنا. أوكي هاي هي definition تبعت بروغادا. في ECGs شوي واضحات أكثر، مش دائما أنتوا لما تدوروا على ECG اكتبوا، تعال نكتب بروغادا Life in the fast lane. أحسن أطار ECG هو اسمه Life in the fast lane. أوكي هذا أحسن. ليفتل. أوكي يا ليفتل بروغادا. هنا بيكون أحسن ECGs وعادة مع شرح كمان بيكون عندنا. يا طلع.
ست إليفيشن ام اي، الست إليفيشن اس اف مش ام اي، شايفينه مع رايت بندل، والتي بيكون انفرتد تي ويف، اوكي انفرتد تي ويف. اوكي حتى شوف شو عم بيسألوا، هاي بروجيا بالنسبة لبروجيا ده، في حدا سأل شيء؟ أنا كاتب سينكوبي وين؟ آه ممكن بروجيا ده يجوا مع سينكوبي، فيش مشكلة، أغلب المرات بيجوا مع سينكوبي، قبل لما بدهن يموتوا بيعملوا سينكوبي، سيطير، بس كمان مرة، ممكن بيشن جاي عشان عنده وجع بطن، وعملوا له لحيوة إي سي جي، لأنه كل واحد عمره فوق 30 سنة بالمليون لازم يعملوا له إي سي جي، إسا في فرق بين دكتور بتطلع على كل إي سي جي تبع كل مريض، أوكي؟ ومن دكتور طلعش على اي سي جي تبع كل مريض، لانه بقول لك اي وجع بطن شو خص الاي سي جي هون، مع انه بس بعطيكم 10 شغلات اللي لها علاقه بالاي سي جي ووجع بطن. فبتطلع انت على الاي سي جي شفت بروجادا، فبتفهم انه هذا البيشنت هو قنبله موقوته، لانه ممكن يموت بالبيت بكل لحظه، فعشان هيك مجبور على القليل الكارديولوجي يشوفه. اوكي تمام اوكي شو كمان إيش مهم لواحد عنده وجع بطن وتشينجز بالإي سي جي، وجع بطن وتشينجز بالإي سي جي، أي تشينج بالإي سي جي ممكن يعمل وجع بطن، إيش مهم جدا جدا. دايسكشن شو بنشوف بأورتك دايسكشن بالإي سي جي، أورتك دايسكشن شو بنشوف بالإي سي جي؟ ولا إشي بالضبط، نورمال. جواب صح ربيع، جواب صح هو أترال فيبريليشن إمبولاي، أوكي إيفيب، بسهدار إيفيب بتبعث إمبولاي بيعمل أكيوت ميزن ترك إسكامي، وجع بطن مخيف، لكتات بيكون عالي، أوكي فأي واحد من شغلات وجع بطن، عشان هيك إي سي جي دائما افحصوا إي سي جي. يعطيكم العافية جميعا، هي لكلتها سبعث لكم إياها كمان شوي، يلا صباح الخير.